هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت المواطنين من ظاهرة جوية تستمر لمدة 6 أيام متواصلة يجب التعامل معها بحذر تام، منوهة إلى ضرورة اتباع العديد من التعليمات للمرور بها بأمان دون التعرض لأي أضرار. حلقة الرياح هي الظاهرة التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث توقعت هبوب الرياح بشكل مستمر حتى يوم الخميس المقبل. ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حركة نشاط الرياح خلال تلك الفترة ستكون على فترات متقطعة طوال هذه المدة، تصاحبها طقس مرتفع الحرارة تدريجيا، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، ما إلى الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية. وحذرت الأرصاد الجوية من هذه الظاهرة الغريبة التي تضرب سماء مصر، مؤكدة أن لها تداعيات سلبية على بعض الأشخاص الذين يعانون بسبب الجهاز التنفسي، حيث تصعب هذه الظاهرة التي تضرب مصر في هذا الوقت من العام التنفس بشكل طبيعي، لذلك يجب عليهم ارتداء الكمامة خلال خروجهم من المنزل منعا لأي تداعيات على صحتهم. ووجهت الأرصاد المسافرين بضرورة الحذر على الطرقات، لا سيما أن الأمر يستلزم على المسافرين الانتباه إلى احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ونصحت الأرصاد أيضا بضرورة إغلاق النوافذ والأبواب جيدا لمنع دخول الأتربة إلى الداخل، لا سيما عند أصحاب أعراض صعوبات التنفس. وبالتوازي مع هذه الظاهرة التي تضرب مصر لمدة 6 أيام، تحمل الحدود الغربية ظاهرة هي الأغرب في هذا الوقت من العام قادمة من حدود ليبيا، إذ أنه على عكس الأجواء الصيفية الحارة التي تعيشها مصر، تشهد ليبيا ظاهرة لأول مرة في الصيف منخفضا جويا مصحوبا برياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية. وضع هذا المنخفض العلماء في حيرة، لا سيما بسبب عدد الظواهر الجوية، منها رياح شديدة تثير الأتربة والغبار وتكاثر السحب التي يصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، وهي الظواهر الغريبة على تلك المنطقة في هذا الوقت من العام. وكانت ليبيا تعرضت منذ أشهر قليلة إلى منخفض جوي قوي أطلق عليه العاصفة دانيال، بلغت سرعتها 119 إلى 153 كيلومترا بالساعة، وهي عاصفة شبيهة بالإعصار تحدث في البحر المتوسط حصرا وتسمى عاصفة إعصارية متوسطية. تسببت هذه العاصفة الضخمة في فيضانات وسيول شديدة بليبيا، أدت بدورها لانهيار سدين مائيين، وتسبب بأضخم حادث إنسانية في مدينة درنة، وصل عدد ضحاياها إلى أكثر من 5000 ضحية إلى جانب آلاف المفقودين والمتضررين، حيث جرت الفيضانات الضخمة التي ارتفعت إلى عدة أمتار أكثر من نصف المدينة إلى البحر المتوسط. يحذر العلماء العاصفة الجديدة التي تتكون على المناطق الساحلية، فهل تعود تأثيرات العاصفة دانيال تؤثر على مصر؟